السلام عليكم حبيبات ديالي، قلت لكم واحد الديسير رائع جدا بالمون، تيجي على شكل جولي. نحتاجو في المكونات على بركه الله 200 مليلتر من الحليب السائل، ورقه من الجيلاتين، ويمكن نستبدلوها بملعقه كبيره من الاغاغا، كاس من السكر، والسكر تبقى على حسب الذوق، ومونغ وحده مقطعه مربعات. نحتاجو القليل من الماء فاش غادي نرطبو الجيلاتين. غادي نرطبو قطعة الجيلاتين في الماء في كأس مضرب الخلاط الكهربائي. نقوم بطحن المونغ حتى الحصول على بيغي. في هذه الأثناء غادي نقبضو كاسرولة نوضعو فيها الحليب، ندفو له السكر تبقى على حسب الذوق. بالنسبة لي ملتزمش بكوب من السكر، لأن المونغ كيف ما تنعرفو حليلو بطبيعته. نضيف القليل من السكر على الحليب، ثم بعد ذلك نضيف قطع الجيلاتين ونحركه بشكل جيد ونضعه على النار حتى يدوب لنا الجيلاتين. من بعد ذلك تنضيف له لابيغي اللي طحنا ديال المونغ ونخلطه حتى تنسجم كل المكونات مع بعضياتها. من بعد ذلك تنختاروا اي مول، بالنسبه لي اختاريت هذا المول ديال الكوك. يمكن السيده تعمل اي مول مستانسه او تعجبها، يمكن لها تعملها غير في جبانه تنوضعوا فيها الخليط باش نوضعوها تتبرد في الثلاجه على الاقل 6 ساعات، ومن الاحسن تبات ليله كامله، ويمكن نزينوا على حسب الرغبه ونحتفظوا بالشكل الطبيعي ديالها. تجديده وكما شفتوا سهله ومنعشه، كنتمنى تجربوها. ما تنساوش تلايكيو لا فيديو، اللي مازال ما اشتركش في القناه يشترك ويضغط على زر ابوني سبسكرايب اشتراك باش توصلوا بجديد القناه. مرحبا باسئلتكم باقتراحاتكم، وضعوا لي اسفل لا فيديو ان شاء الله نجاوب عليها. شكرا للمشاهده.